الذكر الذي يقال عند هبوب الريح هو ما ورد في هذا الحديث: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وأما حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رياحا، هذا حديث ضعيف لا يصح سندا ومنكر متنا، لأن الريح قد تكون في الخير كما قال الله تعالى: وجرينا بهم بريح طيبة. فلا وجه للقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، الريح تكون في الخير وتكون في الشر. وإنما المحفوظ هو الحديث الأول: اللهم نسألك خيرها، يعني خير هذه الريح، وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. وتسأل الله تعالى ما في هذه الريح من الخيرات، لأن الريح يسوق الله تعالى فيها الخير ويسوق بها السحاب كما قال سبحانه: والذاريات ذروة، فيتذرو الرياح تذرو السحاب وتسوقها، ويجعل الله تعالى فيها خيرات. فتسأل الله تعالى من خيرات هذه الريح، وقد تكون شرا كما عاقب الله تعالى بعض الأمم السابقة بالريح. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. أهلكهم الله عز وجل بالريح، فإنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء وهي هذه الريح. أنتم الذين تقولون من أشد منا قوة، أهلككم الله تعالى بألطف الأشياء وهي هذه الريح، سبحان الله. ولما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجرى الله الأنهار من فوقه وأغرقه الله بالماء. فانظر إلى حكمة العزيز الحكيم جل وعلا. فإذا الريح قد تكون خيرا وقد تكون شرا، فيسأل الله تعالى من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا هو المشروع الذي يقال عند هبوب الريح. والمقصود بهبوب الريح هبوب الريح غير المعتاد، ولهذا قال: كان إذا عصفت الريح. وأما هبوبها المعتاد هذا لا يؤتى فيه بهذا الذكر، إنما يقال عند هبوبها غير المعتاد الذي يسمى عاصفة، ولهذا قال: إذا عصفت الريح.